بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في معانا سؤال حد بيسألني، بيقول لي أيهما يعني أنسب في تربية الأولاد، هل الشدة أم اللين؟ عايز أقول من الطرق الخاطئة في التربية الشدة الزيادة عن اللزوم اللي هو التسلط يعني، وفي نفس الوقت اللين اللي هو التساهل اللي هو ما يبقاش فيه أي قيود أو أي ترتيبات أو أي حدود يعني. لأن الشدة بتخلق بتضيع شخصية الأبناء ومبتراعيش احتياجاتهم النفسية والعاطفية، لأن في الحالة دي الوالدين بيفرضوا قيود شديدة جدا ما فيهاش أي مرونة على الأولاد وينكروا مشاعرهم، وده أسلوب بيحمل فيه طيات القسوة والخوف والخنوع ويخلق شخصيات ضعيفة غير قادرة على تحمل المسؤولية أو ممارسة أي نشاط أو واجبات يومية للأبناء يعني. من ناحية تانية بقى اللين أو التساهل بيتصف بعدم وجود قواعد واضحة تنظم الحدود اللي يجب ألا يتعداها الأبناء، ويعتبر كل من الشدة واللين على طرفي نقيض يعني، حاجة عكس حاجة، وكل منهما عكس الآخر ومؤذي في تربية الأبناء. طب الصح إيه أو المفروض إن يكون إيه؟ المفروض الاعتدال يعني، خير الأمور الوسط يعني التوازن، إن يبقى فيه لا شدة ولا لين، لا تسلط وعنف وقسوة ولا تساهل، يبقى فيه تواصل مع الأبناء، ودي الوسيلة المثالية في تربية الأبناء في جيلنا الحالي، لأن الدنيا اتغيرت واختلفت، فمحتاجين إن احنا نتماشى مع التطورات اللي العالم بيمر بيها، وما تنسوش إن احنا بيشترك معانا في تربية أبنائنا حاجات كتيرة النهاردة، زي مثلا الميديا، الانترنت والتلفزيون والجيمز، بل يمكن الحاجات دي ليها إغراءات أكتر من ما يقدمه الوالدين. لكن عايز أقول حاجة إضافة يعني، إن الشدة أو السلطة يعني برضو بتبقى ضرورية في تربية الأبناء، ومن غيرها الأولاد بيشعروا إن الآباء مش مهتمين بيهم، سايبينهم لحالهم يعني، فيجب على الوالدين أنهم يمارسوا هذه الشدة ولكن بنوع من المرونة، وزي ما قلت من خلال التواصل مع الأبناء. وإلا بمعنى إيه؟ مثلا لما نفرض قاعدة معينة على أبنائنا نفهمهم ليه، يبقى في شرح نوضح له ليه إحنا بنقول كده، وإلا هيبقى القاعدة دي مجرد أوامر صارمة ليس لها تفسير عنده، أو يعني ليس لها قيمة إلا أن الأب عايز يتحكم أو الأم عايزة تفرض سيطرتها عليه. فسواء هتمنع عنه حاجة أو هتوجهه إلى حاجة أو تطلب منه طلب معين، فلازم يسبق هذا الأمر نوع من الشرح. يعني مثلا ابنك أو بنتك خرجت، لازم تعرف هي اللي خرج ده راح فين ومع مين وهيرجع الساعة كام، لازم تعرف كده. ده مش تسلط ولا حاجة، لكن نوع من المتابعة. ما ينفعش تسيب ابنك أو بنتك رايحة في حتة وانت مش عارف أو الأم مش عارفة، ما ينفعش. لكن نعملها بطريقة فيها يعني محبة وفيها لطف وفيها وداعة وفيها إحساس إن احنا بنتابع ابننا أو بنسأل عليه يعني، بنحبه فبندور عليه، مش عايزين نزنق عليه ولكن عايزين نحوطه باهتمامنا وبحبنا. وهنا بقى بنبه لأهمية اتفاق الوالدين، يعني اللي بابا يقوله ماما تقوله، واللي ماما تقوله بابا يوافق عليه، يعني يبقوا الاتنين جبهة واحدة قصاد الأبناء يعني، ما يبقاش في اختلاف، لإلا الأولاد بتفهم بسرعة وبيبتدوا يستغلوا هذا الاختلاف بذكائهم الفطري يعني. ملاحظة تانية، إن إحنا مهم جدا إن اللي إحنا نوجه بيه أبنائنا لازم نكون بنطبقه على نفسنا،
وكمان ما نقولش لأبنائنا تعبير يبقى فيه إنقاص من قيمتهم، يعني زي ما أكلم ابني وأقول له أنت مثلا أنت مش بتفهم، أو أنت غبي، أو أنت مش فاهم حاجة. كل التعبيرات دي بتجرحه وبتفقده ثقته في نفسه وفي قدراته وإمكانياته. طبعا احنا بندور على الكمال في أبنائنا، ولكن احنا حتى احنا نفسنا غير كاملين، ولكن بنطلب منهم حاجة تناسب سنهم، يعني حاجة تتماشى مع إمكانياتهم. وإحنا مطالبين إن إحنا نشرح لأبنائنا ليه إحنا منعنا دي، وليه ما وافقناش على دي، وليه يعني لازم يبقى في حوار وحديث مع أولادنا دون أن يكون هناك تسلط وشدة، أو يكون هناك لين وتساهل ومفيش بقى ريخلز، مفيش قوانين وقواعد ولا أي حاجة. شكرا، ربنا يحافظ عليكم.